أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل البشارة خاصة بالخير فقط أم أن البشارة تكون للخير والشر؟ الأصل أنها في الخير، لكن قد يبشر بالشر من باب التهكم بأهل الشر، وأنهم هذه بشارتهم والعياذ بالله، وبئست البشارة. وإذا فسرت البشارة بأنه ما يظهر على البشرة من التأثر فهذا واضح أن أهل الشر يظهر على بشرتهم التأثر بالخبر السيء الذي يخبرون به من الندامة والكراهية وغير ذلك. والمؤمن إذا بشر ظهر على بشرته الخير والاستبشار والنور. نعم.